ممكن اي حد من قرايبه، حد من معارفه يجي ويتحايل عليه ويمضيه مثلا على اي مراس، اي عماره، اي فيلا، عنده حاجات كتير. واحنا مالنا؟ ما يعمل اللي يعمله، هو كم من بقيه قرايبنا يا ماما. بالاضافه لكده كمان لعلمك، انا اصلي عندي احساس كده حاسه ناحيته بالابوه، حاجه كده ما حسيتهاش مع بابا خالص يعني. صراحه ابوك اللي كتب كل حاجه المنطعي. رغي رغي، مش عارفين نتكلم كلمتين. اتفضل يا بابا زكي. الله عليك، كلمة بابا طالعة من بقك عسل. ده أنا اللي عايز أشكر حضرتك، لأن أول مرة في حياتي أقول كلمة بابا. هو أبوك توفى وهو بولدك؟ لا، هو حضرتك يعني هو كان خلقه ضيق، فكل ما يقعد يشوف وشي بقى كده يقول لي اوعى تقول بابا. يرضيك كده يا بابا؟ بابا يقول لي كده. يلا يلا، اتفضل يا بابا زكي. اتفضل 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 يا بابا زكي. اتفضل اتفضل. اتفضلوا 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 اتفضلوا. ايوه اتفضل. مساء الخير. نور سنور. اهلا سنور. اهلا يا بابا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا بابا زكي؟ الله الله عليك، سبحان الله. طول عمري حلمي ومنى عيني اني اجيب ولد ويقول لي يا بابا، ام ربنا يرزقني بولدين ويقولوا لي يا بابا، رمزي وعادل. لا لا لا، رمزي يا بابا؟ انت هتسويه بيا ولا ايه؟ ده لقيت حضرتك يعني. لا لا، انا ابنك الشرع يا بابا. ليه يا دوله؟ ما هو الشرع سامح بثلاثه. شرع ايه اللي سامح بثلاثه؟ وانت هتتجوزه؟ الشرع سامح باربعه اساسا، بس للجواز اوعى. لا بابا بابا، ازيك يا بابا؟ اخبارك ايه؟ الله عليك. عاملك سندوتش؟ خد يا بابا، خد يا بابا، اشر لك موز يا بابا. موسي موسي بالموت. خد تفاح، خد تفاح. برقوق حلو. لا مش حلو. بس بقى بس بقى بس بقى، حد فيكم فاهم حاجه من اللي بتحصل دي؟ ولا فاهمين حاجه. هو في ايه؟ ما فيش حاجه يعني، بنعبر عن حبنا لبابانا يعني. بابايا انا، بابايا انا بس. لا بابا بابا.